استقبل الموصليون هذا العام رمضانهم الرابع بعد تحرير مدينتهم من عصابات داعش الإجرامية، وهم محرومون من الصلاة والاعتكاف بالجامع النوري الكبير الذي ارتبطت رمزيته بهذه المدينة العريقة. هذا ما تبقى من الجامع النوري الكبير، أجزاء من قاعدة المئذنة الحدباء والقبة التي تقع فوق محراب الذي ألقى من عليه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خطبته المشؤومة. وهذا المحراب الذي يرفع كان فيه اسم الله، كان أكبر شاهدا على تفجير عناصر التنظيم لهذا الجامع. يستمر الدعم من دولة الإمارات ليشمل المرحلة الثانية من مشروع إحياء روح الموصل لتدعيم الأساس المتبقي وإعادة بناء المنارة والجامع. نتمنى أن يكون المشروع ضمن الخطة المرسومة الوقت المخطط لها، وكذلك المبالغ اللي تم تخصيصها من قبل دولة الإمارات مشكورة. وأنا في بداية الأمر ذكرت أنه كان اختيار موفق في اختيار هذا الموقع الأثر المهم باعتبار رمز من أهم رموز مدينة الموصل، المنارة والجامع النوري بحد ذاته. التنسيق كان على شكل عالي ودقيق جدا مع وزارة الثقافة، مشكور السيد الوزير كان في حينها ولحد الآن هناك تواصل كبير جدا بين دولة الإمارات ومع وزارة الثقافة الإماراتية والسيد وزير الثقافة العراقي. يثمن الموصليون دور دولة الإمارات التي ستعيد واحدا من أقدم وأهم معلم تاريخي ديني، والذي سوف يكون له أثر كبير في نفوس أهالي المحافظة لتشجيعهم للعودة إلى مناطقهم وبناء منازلهم التي دمرت بسبب داعش. ما حدا يعمر البيوت، يضربون يعمرون الجامع غير يعمرون البيوت. هسه العالم ما كله ما راجع، لا تعويضات اكو، لا عالم ساكن اكثرها ما ساكنه، البيوت كلها واقعه، والحكومه اصلا ماكو دعم على البيوت الواقعه، على المواطنين قاعدين بذاك الجانب اكثرهم. احنا نريد اشراك هاي الناس، تشغيل هاي العالم، ترجع هاي المناره وهذا الجامع الكبير الرمز للموصل يرجع مثل ما كان يرجع. هاي المدينة يعني صح انضرت وانكبت، لكن هم اكو ناس رجال خيرين تشتغل وتتعمر. نريد نرجع الطابع، هو الطابع الاسلامي والتراثي والديني بهذا الجامع. هاي منارة الحدباء، اسم الموصل الحدباء. لطالما كانت الموصل ملتقا للثقافات، ولطالما فخرت بهويتها وتنوعها، والمشروع الحالي هو بمثابة ثناء على شجاعة الموصليين الذين شكلوا بطريقة عفوية درعا بشريا لحماية تراثهم المشترك من براثن العنف والإرهاب. منهل الكلاك، قناة الآن، الموصل.